اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بس بقى النهارده جبت لكم معايا ايه العروسه العملاقه 30 سنتي على شكل البوليس. واو بصوا شكلها جامد جدا جدا جدا، ازاي مكتوب عليها اكس اكس لارج، حجمها فعلا كبير جدا من بلاي موبيل. الله هنفتحها بقى ونتفرج عليها ونلعب بيها مع بعض على شكل ايه البوليس. واو بصوا بقى حجمها كبير ازاي، لا فعلا دي حجمها كبير قوي. اوكي وهنا بقى البوليس اهو بتاعي، وهنا بقى تعالوا نفتحها نتفرج عليها نشوف شكلها، اصلا فعلا مضحك قوي، انا بحب قوي بلاي موبيل. بصوا بقى عنده كمان شنب، الله ده بيضحك قوي، لا عملاقه. بصوا اول مره اشوف شخصيه من بلاي موبيل عملاقه قوي كده، كبروها جدا. اهي بصوا هنا بقى شكل البوليس، لابس ايه من فوق كده جاكيت لونه ازرق، ومن تحت بنطلون لونه رمادي. واو ولابس بقى ايه كاب لونه ابيض، والشعر بتاعه لونه اسود. الله لا ده شكله فعلا حلو قوي 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 قوي. الله بصوا وهنا بقى دي لونه رمادي وجزمه سودا وايده فظيعه، يعني ما بيقدرش ان هو يقف بيقعد بس. الله ده شكله فعلا جامد قوي. واو انا عن نفسي معجبه بالعروسه الفظيعه دي. بصوا بقى حجمها فعلا كبير ازاي، لا حجمها 30 سنتي، دي كبيره جدا 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 وعجبتني قوي. هو معجب بيها بالكاب بتاعتها، ممكن احنا نضيفها ان احنا نغسلها كمان، وهي احلى حاجه فينا قطن ممكن ناخدها في حضننا واحنا نايمين، وممكن احنا نديها هديه لحد من صحابنا هينبسط بيها قوي. قولي بقى في الكومنتات ايه رايكم فيها، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. طبعا هو قطر حاب الاطفال هنجيب لكم بقى شخصيات تانية كتير من بلاي موبيل، في بقى شكل بتاع المطافي، وفي شخصيات برضو كبيره قوي عملاقه اكس اكس لارج. هستنى بقى الكومنتات بتاعتكم، بليز متنسوش ان انتوا تعملوا ايه لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشيني يا اصحابي، باي باي.